ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي الأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، مرحبا بك. الموازنة التي تم إقرارها في العراق بقيمة 88 مليار دولار تتضمن عجزا بنحو 11 مليار دولار، ألا ترى أنه سبب كاف لتخفيض نسبة كردستان فيها؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. صراحة أن العجز في الموازنة لا يقتصر على هذا العام، فالأعوام السابقة والتي كان حيدر العبادي هو رئيس الحكومة فيها كان هناك عجز أيضا في الموازنة، ورغم ذلك لم يتم التطرق إلى مسألة خفض حصة الإقليم في هذه الموازنة. فلماذا هذا العام يصر العبادي إلى خفض حصة الإقليم من الموازنة رغم ما يمر به الإقليم؟ هذا يدل على أن هناك نية سياسية لإخضاع الإقليم وإضعافه أكثر، حتى لا يفكر بأي خطوة تمرد أو استفتاء في الفترة القادمة. ولكن هذا الأمر، المرور تمرير الموازنة بدون موافقة كردية، بدون موافقة الكتل الكردية، لا يقتصر فقط على موضوع الموازنة على أعتقد، بل المشكلة أننا ندخل في حقبة جديدة من الدكتاتورية الطائفية والتي يسمونها بالأغلبية السياسية. هذا يعني فتح عصر جديد أو حقبة جديدة، وهو تشكيل ديكتاتورية مذهبية تسيطر على الحياة السياسية وتمرر ما تريد دون أن تناقش أو تتناقش مع الأطراف الأخرى، وتستعمل بعض الأطراف التي لا تدرك أنها تشارك الأغلبية الطائفية الآن في عقوبة الكتل الكردية أو عقوبة الإقليم، سيأتي دورها فيما بعد. يعني نرى الآن هناك تأثير للحشد الشعبي، تأثير على القرارات البرلمانية، والتي رأيناها في قرار إلزام الحكومة لطرد القوات الأجنبية. الحشد الآن لم يدخل البرلمان ولديهم تأثير ونفوذ، فكيف لو دخلوا البرلمان؟ نحن سوف نرى حقبة جديدة، حقبة استبداد وتشكيل ديكتاتورية مذهبية جديدة للأسف في المستقبل، وموضوع الموازنة كان جزء من هذه الحقبة الجديدة. النائب جواد البولاني أستاذ شاهو أكد أن هناك 22 خرقا دستوريا في الموازنة، يعني كيف تعلق على ما قاله البولاني؟ بلا شك هناك خروق في الموازنة، وأيضا الموازنة معظم موادها تتضمن الاقتراض الخارجي وزيادة نسبة الضرائب، وأيضا المشكلة هو جعل المحافظين ومجالس المحافظات هم من يتصرفون بأموال الإعمار وأموال التي تأتي من الخارج، وهذا يعني أن السرقة والفساد يستمر لأنهم من سراق المال العام. ولكن المشكلة الأكبر، لا يوجد جهة ممكن أن نلجأ إليها لمحاربة هذا الفساد الموجود. الآن معصوم رئيس الجمهورية يستطيع أن لا يصدق على الموازنة، ولكن هذا التصديق لا يتسبب في تعطيل الموازنة، ومعصوم لا يستطيع أن يرد الموازنة مرة أخرى إلى البرلمان. الموازنة خلال 15 يوم سوف تمرر ويعتبر مصادق عليها، سواء صادق يعني بعد 15 يوما. أستاذ شاهو، ما الخطوات المتوقعة اتخاذها من قبل الكتل الكردية؟ في الحقيقة غدا سيكون هناك اجتماع لحكومة إقليم كردستان العراق لدراسة هذا الأمر، لأن في هذه الموازنة يتم مطالبة الحكومة الإقليم ب 250 ألف برميل نفط يوميا. الحكومة الإقليم غدا ستدرس احتمالين، إما أن تلتزم بهذه الموازنة وتلتزم بخفض حصة الإقليم وتلتزم بهذه القرارات، وإما أن تتمرد على هذه القرارات وهي تصدر النفط بشكل مستقل لتوفر المتطلبات الموجودة في الإقليم، والذي لا يمكن توفيرها ضمن هذه الميزانية التي خفضت حصة الإقليم إلى 12%. طيب أستاذ شاهو، النائبة نجيب قالت بأن الأكراد باتوا خارج حسابات الحكومة، إلى أي مدى ترى ذلك صحيحا وفعليا؟ بلا شك تمرير الموازنة بهذه الطريقة واعتبار العبادي أنه نصر وهذا انتصار، وهذا يعني أن يتم تمرير القرارات المصيرية دون مشاركة الأكراد، وبالتالي كما قلت هناك استبداد، هناك تشكيل استبدادية مذهبية سوف تتشكل في المستقبل، وإلا كان من ضروري أن يأخذوا بالرأي الكردي، أن يأخذوا بالمشاورات والمفاوضات، ولكنهم ضربوها بعرض الحائط، وهذا يعني أنه لا يحسبون أي حساب للجانب الكردي. ولذلك الآن هناك اقتراحات للانسحاب من العملية السياسية
أو لمقاطعة بغداد بشكل كامل. هناك دعوات لفؤاد معصوم لينسحب ويعود إلى إقليم كردستان العراق بعدما أدركوا أنه لا يوجد فائدة لوجودهم، يعني وجودهم وعدمهم في بغداد هو سواء، والحكومة العراقية الحالية لا تحسب أي حساب. يعني بلا شك أن ما يجري كله له أثر ربما على الوضع الاقتصادي في كردستان، يعني ما أثر ما يجري على الوضع الاقتصادي؟ بلا شك الأثر يكون كبير، لأن أصلا إقليم كردستان العراق الآن تعاني من أزمة مالية وأزمة رواتب موظفين والفلاحين والتي تساهم الحكومة العراقية فيها. ويجب أن ندرك نقطة مهمة، هناك بعض الأحزاب الكردية تساند بغداد أو تساند إجراءات بغداد في معاقبة أو استمرار معاقبة إقليم كردستان العراق حتى يبرهنوا على عجز هذه الحكومة لدى الشعب الكردي ويكونون بديلا ويتفقوا غدا مع العبادي ضد الحزبين الحاكمين الموجودين في إقليم كردستان العراق. وبالتالي هذا الانقسام الموجود داخل الأحزاب الكردية أيضا يساهم في زيادة المشاكل وزيادة الأزمات في الإقليم وزيادة معاناة الشعب الكردي الذي أصبح ضحية للمشاكل السياسية. من اسطنبول الباحث السياسي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.